عايزه ارجع بقى معاكي لاول قولي المشوار. قولي ابتدينا ازاي بقى؟ يعني انا عارفه ان انت دخلتي دار الاوبرا، مظبوط. كنت بتروحي مع مروه وابتديتي بقى. والله ما جاتش كده خالص بقى. بصي، الموضوع عندي كان صدف. انا كنت مذيعه في برنامج اطفال. اوكي. اصلا قبل ما تدخلي الاوبرا كنت بغني الاول في اسكندريه، في مثلا مركز شباب، اخدت مركز اول مش عارفه ايه في المدرسه، حاجات كده. وبالعكس مروه، يعني انت عارفه من وانت صغيره ان انا بغني، هغني. انا بغني، انا بغني، بس انا مش كان 100% انا مركزه قوي في الغنى بالشكل الكبير قوي ده. مروه حرام كانت بتقعد تذاكر كتير قوي قوي، يعني مش قادره اقول لك. وكانت داخله عندها مسابقه، كانت اول مسابقه تعملها دكتوره رتيبه الحفني الله يرحمها، يعني في مهرجان الموسيقى العربيه، وكسبت. وانا اوريدي كنت موجوده في القاهره، بس انا كنت في برنامج اطفال مذيعه في الاي ار تي. زميله بقى. ايوه زميله بقى، بس كنت زميله صغنونه قوي، يعني 13 سنه كده. فرايحه الاوبرا علشان اسمع اتفرج اشوف ايه اللي بيحصل في الاوبرا، وفجاه لقيت بروفا كبيره وناس قاعده بتغني واوركسترا عظيم. انا قاعده بقى بقول لك ايه، مبسوطه فوق تتخيلي. فلقيت غنوه كده بتتلعب، فانا حافظاها. فلقيت المايسترو قاعد بيقول لي لو انت حافظاها قومي غنيها. هو اخد باله انت بتغني انا بصوت بدندن عالي جنبه. بقى بدندن جنبه بقى ومبسوط، مفيش حد بيغني بس مزيكا بتلعب، اوركسترا كبير، حاجه عظيمه يعني. فقلت له بقى بمنتهى العوجان بصراحه قلت له انا ما بغنيش مكان حد على فكره، ايه القلاطه واصلا ايوه وللاسف ما كانش في حد بيغني. فلقيت حد شكله عظيم قاعد كده، قال لي لو انت حافظه قومي غني. قلت له بجد؟ في اصرار يعني على انك قلت له ماشي. فقلت عادي بقى، ما اغني مش فارقه. بعد ما غنيت قالوا لي ايه ده؟ فلقيت واحد بيناديني قال لي انت عارفه انا مين؟ قلت له لا. قال لي طب عندك تغني قدام سياده الرئيس في اليوبيل الذهبي لذكرى 23 يوليو. ما شاء الله، دي كانت اول مره تطلعي على المسرح. اول مره على المسرح الكبير في دار الاوبرا ذكرى 23 يوليو. والموضوع صدف بالنسبه لي. فقلت له تمام. قال لي حضرتك عارفه يعني انا مين؟ وانا حضرتي دي اللي هو بيقول لك عيله 13 ما فيش. سنة. قال لي انا سياده المشير طنطاوي. قلت له الله يرحمه ويحسن طبعا الله يرحمه. واللي قدمني اول حد في دار الاوبرا كان دكتور جمال سلامه الله يرحمه. الله يرحمه. فهو بصراحه اللي قال لي اطلعي غني، فانا قال يعني انا اتعوجت ما شاء يعني. الله انت محظوظه، انا شايفه كده يعني موهبه كبيره. دي حقيقة. لكن كمان انك القامات دي تسمعك وانت دي اول مره تطلعي تقفي على دار مسرح دار الاوبرا. وقد كان. وغنيت بقى طبعا الغنوه وبقيت سوليست في دار الاوبرا المصريه. وقعدتي قد ايه في دار الاوبرا المصريه؟ 15 سنه. كتير يعني. وبعدين يعني انا عارفه انه كان في مرحله ذا فويس. مظبوط. قعدت فتره الاول ذا فويس ده كانت من سنتين وشويه. انا كنت مبطله غنى على فكره خالص خالص، يعني قررت كده فجاه ان انا هبطل غنى وهشتغل ستايلست ودرست اخدت كورس. ليه؟ ليه صوت زيك ممكن يقرر انه يبطل غنى؟ اتجوزت بقى وجبت اولاد وقلت ان انا يعني هبقى بعمل حاجه تانية ليها دعوه بالفن، بس ملهاش يعني ابقى مركزه في الولاد اكتر، لان الفن بياخد الوقت بشكل كبير قوي. وقلت تمام. وبعد كده اخترتي انك تشتغلي في ستايلنج، وده برضو حاجه ليها حاجة علاقه بالذوق والفن يعني. ودرست شويه وبالعكس خدت كورسز واهتميت. وانت دارسه موسيقى؟ لا انا موهبه بس بتاعت ربنا ومذاكره. وقد كان. وسبتي الغنى؟ سبت الغنى، سبت الغنى فتره كبيره كمان. وما كانش وحشك الموضوع؟ كان بيوحشني بس كنت بقول لا هرجع. كنت بقول ان بعمل حاجه عظيمه وبيت واسره وام طبعًا. واولاد ودي حاجه بالعكس يعني حاجه دنيويه طبعًا. فبالعكس كنت مبسوطه برضو، بحاول اقنع نفسي بكده. بس مثلا لما اجي اتضايق بغني، لما بفرح بغني، بعمل حاجه كويسه بغني. لحد ما فجاه لقيت جوزي بيقول لي لوحده على فكره انا قدمت لك في ذا فويس وانت قبلتي. قلت له نعم يعني عارف بقى. فضلت انا متنحه بس شويه كده اللي هو ازاي ايه اللي بيجرى. قام قال لي ايوه انا يعني احنا عادي بيصورني فيديو طبيعي وانا بغني وانا بعمل اي حاجه. هو قدم لي فعلا وبعت الفيديوهات واوريدي اتقبلت في ذا فويس. قال لي وعلى فكره السفر الاسبوع اللي جاي. احنا بنوجه له التحيه طبعا كل جدا. سنه وهو طيب، لانه كل سنه هو اكيد كان حاسس انه لا انت جواكي عايزه لسه تغني. دي حقيقه دي حقيقه. ورحتي ذا فويس. ورحت ذا